السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، معلش كنت تعبانه شويه. وحشتوني وحشتني تعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه اللي دايما بتصدرها لي من تعليقاتكم، ودايما بتديني طاقه ايجابيه كده وبتديني دفع ان انا اكمل واعمل فيديوهات من كلامكم الحلو وتشجيعكم ليا. ربنا يخليكم يا رب، وان شاء الله نفضل مع بعض على طول ونكبر مع بعض كلنا ان شاء الله. النهاردة هنعمل مشروب الطاقة، مشروب حلو جدا للاطفال وللكبار، بس خاصة يعني للاطفال اللي هم ما بياكلوش كويس او ضعاف يعني وصحتهم مش قد كده. المشروب ده هيساعدهم جدا لانه مشروب مغذي جدا مليان بالطاقة، بيديهم باور وبيديهم كده بديل للاكل لو هو بقى معذبك في الاكل او كده، لان مكوناته كلها جبارة بصراحة. يلا بينا نبدأ الفيديو، نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عشان تحل علينا بركة الصلاة على النبي، ونبدأ الفيديو بتاعنا. معانا ربع لتر من اللبن، معلقتين ثلاثة من العسل، معلقتين من الزبيب مقنوعين، ومعانا بلح أسود، ومعانا كمان موز. المكونات دي كلها طاقة رهيبة من عند ربنا سبحان الله. ربنا خلق كل حاجة جميلة وكل حاجة مفيدة، وأحلى حاجة الحاجات الطبيعية، بلاش حاجات المحلات والمعلبة والمواد الحافظة، لأن دي بتضعف مناعة الأطفال جدا وبتسبب أمراض مش كويسة وبتسد نفس الأطفال على الأكل. لما نعمل حاجة نظيفة زي كده في البيت وكلها غذاء وكلها فوائد. أنا ابني لو اديته، أنا عندي ابني الصغير ضعيف جدا وصحته يعني الحمد لله، لأنه ما بيحبش الأكل وفي حاجات كتير ما بيحبهاش في الأكل، فكوباية من دي وأنا بحس ان انا كده عملت اللي عليا لما بديله كوبايه من دي. يعني انا لما بياخد مني كوبايه حتى لو في اول اليوم ببقى راضيه عن نفسي، حتى لو ما اكلش. ليه؟ لان فيها سبحان الله كل حاجه. حطينا البلح وحطينا الموز، حطينا اللبن، لبن ما شاء الله بخيره وقشطته حتى باينه على الوش، وحطينا معلقتين الزبيب المنقوعين، وهنزود اللبن شويه، وكمان هنزود كوبايه من الميه الساقعه، وهنحط 3 معالق من العسل، كانوا كافيين جدا لان ما شاء الله البلح ده بيبقى مسكر جدا. اعذروني على التصوير، انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا كنت تعبانه وما كنتش مركزه قوي مع التصوير. حطينا كل حاجه، هنضربها في الخلاط. هيبقى معانا العصير بتاعنا جاهز. العصير ده زي ما قلت لك مغذي جدا 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 للاطفال، كل الامهات اعتمديه والله العظيم، استمري عليه، صحه ابنك هتتحسن جدا عليه وهتتغير وانت هتشوفي بنفسك. بس كل يوم اديله كوبايه كل يوم، ولو قدرتي كوبايه الصبح وكوبايه بالليل يبقى كويس جدا، مش هتجري وراه بالاكل بعد كده. هيفتح نفسه على الاكل، لان الطفل اللي عنده انيميا دايما بتبقى نفسه مسدوده. والبلح ده، او لو استبدلت كمان البلح الاسود بالتمر، مغذي جدا ومفيد جدا ومليان بالحديد. متى الانيميا مشيت من عند ابنك نفسه هتتفتح على الاكل، وان شاء الله ربنا يحفظ ولادكم جميعا يا رب، ويحفظ لي ولادي ويخلي لكم ولادكم كلكم يا رب. ولو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس للكل ده لو حابه تشوفيني تاني. مع السلامه.